إلا محسن الفيض الكاشاني، هذا الرجل العالم الكبير. في يوم من الأيام كان قاعد في مكان، فكان هنالك رجل آخر ما أذكر اسمه، قال كلمات في حق الفيض، كلمة ما كانت في محلها، وانفض المجلس. الفيض ما قال له شيئا. ذهب الرجل وعاد إلى بلده قزوين. بعد ذلك أدركته رحمة الله. التوبة تحتاج إلى رحمة، اليقظة تحتاج إلى لطف من الله سبحانه وتعالى. هذا الوعي لطف من الله، هذه اليقظة رحمة من الله، هذا الدعاء في هذا اليوم رحمة من الله لمن يدعو في هذا اليوم. فكر أنه يجب أن أكفر عن هذا الذنب، أنا رجل عندي مقام، أروح أعتذر من هذا؟ نعم، إذا اغتبت شخصا فهذا الذنب لا يمحى إلا بأن تذهب وتعتذر إليه بكل بطولة. هذا مو انكسار، هذه بطولة. يذهب الإنسان ويعتذر من الطرف أنني اغتبتك، وإذا فرضنا أن ذلك يولد مفسدة اجتماعية فيستغفر الله تعالى له. الرجل انتبه وهو يعيش في قزوين، والفيض الملا محسن يعيش في كاشان. خرج من بيته من قزوين مشيا على الأقدام إلى كاشان. تعلمون كم هي المسافة؟ لعل المسافة تستغرق مشيا على الأقدام أياما، الآن بالوسائل الحديثة تستغرق ساعات طويلة، فكيف مشيا على الأقدام؟ مشى من قزوين إلى كاشان، وطرق الباب وهو يقول يا محسن قد أتاك المسيء، لأن اسم العالم محسن، يا محسن قد أتاك المسيء. الملا محسن إجه، خرج، أخذه وعانقه. إذا واحد اعتذر إجه معتذرا إليك، اقبل عذره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في البحار، من لم يقبل من معتذر عذرا صادقا كان أو كاذبا، ماكو فرق، حتى إذا يكذب يجب أن تقبل عذره. من لم يقبل من معتذر عذره صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي في يوم القيامة. جاء الملا محسن واعتنقه، دخل إلى الدار، اعتذر منه هذا الرجل، أنا قلت هذه الكلمة في حقك ما كانت في محلها. بعد دقائق خرج، وين؟ أرجع إلى قزوين. أقعد شوية، أبدا، أنا فقط جئت لهذه القضية، ما أريد يدخل في نيتي شيء آخر. ورجع من كاشان إلى قزوين. إذا الرجل ظلم زوجته في هذا اليوم يذهب بشهامة ويعتذر من زوجته، إذا المرأة ظلمت زوجها بكل شهامة تذهب إلى زوجها في هذا اليوم وتعتذر من زوجها. من جانب الإنسان يصف التبعات التي على عاتقه. إذا واحد يطلبك في هذا اليوم لا تقل غدا، غد مفتاح من مفاتيح الشيطان، مفتاح من مفاتيح جهنم. الآن الإنسان يذهب ويؤدي ذلك الدين. إذا واحد في رقبة حقوق الله سبحانه وتعالى الآن مو في وقت آخر، يجب أن يصفي هذا الحق، ليبقى هذا الحق في رقبته ولا ينظر الله ولا يكلمه ولا يزكيه. وربما والعياذ بالله هذا الذنب يجعله من الأشقياء. إذا أكو هنالك ظلم من بعضنا على بعض ببطولة، الإنسان يذهب ويزيل ذلك الظلم.
هذه القضية تحتاج إلى بطولة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يرفع حجرا ضخما، قال ما هذا؟ قال هذا حجر الأشداء. واحد قال هذا حجر الأشداء، الأبطال يحملون هذا الحجر. قال مو هذا الشديد، مو هذا البطل، البطل هو الذي قيلت له كلمة تغضبه فحلم، هذا هو البطل. إذا هنالك سوء تفاهم بين الزوج وزوجته، عدم العشرة بالمعروف ذنب. الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. الآن الإنسان يذهب ويعتذر بكل بطولة، الرجل يعتذر من زوجته والزوجة تعتذر من زوجها، هذا مو كسر لك، هذا كسر للشيطان.